أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اللهم صل على سيدنا. نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخل ولا صدق وأخرجني مخرج صدق. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل.
وننزل من القرآن ما هو شفاء كان زهوقا.
الظالمون إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن
يأتون بمثله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن
صبر أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك قد أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربك الكل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت كبيت من زخرف أو
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن رسولا صدق الله العظيم. بارك الله فيك، كرمك الله، الله اكبر، تكبير.